دكروري مع خروجنا النهارده يعني مجهز لنا لقطات. ايه رايك في اللقطه اللي فاتت دي؟ دكروري حبيبنا، ارجع لنا باللقطه دي تاني عشان يعلي عليها ايمن اشرف. كابتن محمود خبره. لا ده المهاره كلها كانت محمود، احنا بنتعلم يعني بنتعلم منه. في تحدي اليومين دول بكرة المناديل كليكس. انا الوحيد اللي ما عملتهاش. ما عملتهاش ليه؟ انا بعرف العب بالكره، ما اعرف العب. ده تحدي جديد. ده تحدي طبعا. طيب بس دي قول الو يا كابتن ايمن. الو، ازيك يا كابتن؟ الو، ازيك يا كابتن ايمن؟ الحمد لله. اخبارك يا كابتن؟ لازم تعرفه. ازيك يا حاج اشرف؟ لا اشرف. مين؟ طب قول له اي حاجه تانية، كلمه سر عشان يعرفك. هو في حد بيراوغ في المعسكرات غيري؟ في المعسكرات مين؟ يبقى لعيب في النادي الاهلي. مين بقى؟ اقول لك حاجه تانية، بيلعب جنبك.